السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم الأخوة والأخوات، في إطار ديك الرحلة الاستكشافية اللي درناها في الشمال. هاد المرحلة إن شاء الله غادي نديرو المرحلة ما بين الفنيدق وواحد الشاطئ ديال بليونش. في نفس الوقت غادي ندير واحد الوقفة هنايا في هاد المرحلة، نوقفو هنايا في هاد واحد البلاصة هنا. أنا جهت هاد الستاسيون، جهت هاد لازون هادي ديال إيكونوميك أو التجارية. من هنا غادي ندير واحد الوقفة، غادي نصورو مدينة سبتة. إذا من هنا كتبان مدينة سبتة. الطريق هي دائما على الطريق الوطنية رقم 16، هي الطريق مزدوجة وغادية في اتجاه القصر الصغير أو لا طونجي ماد. احنا غادي ندورو، كاين واحد يعني تنمشيو تقريبا واحد 8 ولا 9 كيلومتر، وكنعاود نمشيو نبدلو الاتجاه ديال المسافة. المسافة هي هادي تقريبا 17 كيلومتر، فيها شي تصعيد ما بين الفنيدق وهاد فين كنغيرو الاتجاه. هنايا الطريق شوية مضيق، شوية صغيرة وفيها منعرجات وفيها صعيبة شي شوية. فاش كنقربو للشاطئ، فاش كنقربو للشاطئ شوية فيها كيما كتلاحظو كاين هذا كاين منعرجات، وفي نفس الوقت واحد الهبطة شي شوية صعيبة. ولكن هاد المنطقة في حقيقة الحقيقة تستحق المغامرة. إذن البلاج هي هادي، وفيها نيت الحدود، هي الحدود اللي شادة صبرين، يعني ماشي غير سبتة، راه شادة حتى واحد المنطقة هنايا. وهنا يعني هذا الشاطئ معروف بأنه شاطئ من الشواطئ الجيدة بالنسبة للشمال ديال المغرب. إذا نخليكم إن شاء الله مع هذه الرحلة. كما قلت لكم غادي ندير واحد الوقفة وغادي نصوروا المدينة، لأن هنا كاين واحد هاد المنطقة شوية عالية يعني كتحكم تقريبا هاد المدينة ديال سوسة. إذا السلام عليكم، نخليكم إذا فرجة ممتعة، وإلى الفيديو المقبل. الفيديو المقبل إن شاء الله غادي يكون غادي نهضرو على هاد جوج ديال لي بلاج، جوج كاين هاد واد المرسى وكاين ديال داليا. Thank you.
الحدود بيننا وبين سلطان، هنا الجهة ديالنا ديال الندق.
Thank you.
14 كيلومتر عن الفنيدق، وعند الحدود كما كتلاحظوا هنايا مع السبليون، مع الناس هذوك الحدود ديال سبته، شادين لنا كاع هاد الخمس مسخسة السبليون، منقي مرايا، البلاج هي هادي، كاين دو بلاج تقدر تصور معاها، هاد الثانية هي هادي.